احنا كعائلة فلسطينية نعيش على أرضنا، منزرعين في الأرضنا، ونتوقع من الاحتلال في كل لحظة، وكلنا مشروع شهادة. الشهيد هو بلال، درس حقوق في جمهورية مصر العربية، عمل فترة قصيرة بالشرطة، ومن ثم انتقل كمستشار قانوني للأمن الوقائي. هو أعدم من قبل الجيش الإسرائيلي على المخصوم بدم بارد، وهو أعزل وتوجه إلى عمله كالمعتاد، وفوجئنا بعد الساعة 10 بنبأ استشهاده على المخصوم. من شهادات الشهود واللي كانوا موجودين أن الجيش الإسرائيلي باشر بإطلاق النار بدون أي سبب. هو لا يحمل سلاح، وطبيعة عمله لا تقتضي على السلاح. هذا الرصاص الكثيف يدل على وحشية الاحتلال وعلى عنجهيته. هادي وطيب، حنون علينا، حنون على اخواته، حنون على بنات اخواته، حنون يعني اخ للجميع، وكل بحبه الله يرضى عليه، الله يرضى عليه ويتقبله يا رب. مش اول واحد هذا، مش اول شهيد. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم، حسبنا الله ونعم الوكيل، انا لله وانا اليه راجعون. طلبنا منهم انه وين الشهيد؟ قالوا عنا، اخذته نجم الداود في ابو كبير، كنا بدنا إياه حتى نكون بواجبه. رفضوا وقالوا إحنا فيما بعد نتكلم. إحنا كعائلة فلسطينية قدرنا ونصيبنا أن نكون تحت الاحتلال، وقدرنا أن نتلقى هذه الضربات من الاحتلال بدم بارد بدون أي مبرر أو مسوغ. وبالتالي إحنا شعب فلسطيني، شعب جبارين، وشعب نعيش على أرضنا، منزرعين في الأرضنا، ونتوقع من الاحتلال في كل لحظة، وكلنا مشروع شهادي.